قد مد ناس من تحرير الارض فان المسيرات المتواصله التي نقودها ضمن المشاريع المبرمجه في قطاعات الفوسفات والماء والتضييع نسبه انجاز متقدمه لترحم على روح مبدئها والد المنى جلاله الملك الحسن الثاني اكرم الله مثواه وعلى ارواح كل الشهداء وطن الابرار وتشكل مذكره التفاهم الموقعه مؤخرا للرباط مجموعة الاقتصاد دول غرب افريقيا بمشاركة مشروع من اجل الحاضر والاجيال القادمة. محمد أمنون فاعل جمعوي بمدينة إنزكان. إذا كما تتبعتم اليوم منذ لحظات هنا بمقر عمالة إنزكان إيد ملول، استمعنا تحت رئاسة ديال السيد عامل عمالة إنزكان إيد ملول للخطاب الملكي السامي بالمناسبة ديال الذكرى 47 للخطاب للمسيرة الخضراء. هذه المسيرة الخضراء التي خاضها الشعب المغربي بوحدته، وحدة القيادة والشعب. هذه المسيرة التي ليست مجرد مسيرة هكذا، بل هي حدث تاريخ لا يزال أن تحتفي به وتدرس على مستوى العالمي. هذا الخطاب الذي جاء في مجمله متماشيا مع هذه القيم الذي ومع هذه المسيرة التي رسختها المسيرة الخضراء في تنمية، التي أكد فيه جلالة الملك أنه معركة المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وعن حقوقه في أرضه وشعبه هو ليست مجرد معارك دبلوماسية وليست فقط في المعارك السياسية، بل هناك معركة أخرى وهي معركة التنمية، معركة رفاهية المواطن في مواطن المغربي بصفة عامة والمواطن في الأقاليم الجنوبية. وأعطى جلالة الملك نماذج للكثير من المشاريع التي وقعت تحت إشرافه بالعيون وبالدخلة، والآن الزائر للداخلة ومن قلميم مرورا بالطنطان ومرورا بالعيون سمرة سيرى كيف أن الأقاليم الجنوبية اليوم ورش كبير لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. هكذا يعمل المغرب، المغرب في أرضه وينميها ويسعى جاهدا بإمكانياته المحدودة لتحقيق رفاهية أبنائه في الأقاليم الجنوبية. سالمي محمد، رئيس جمعية المواطنة والتسامح للأعمال الاجتماعية أزرو أيت ملول. اليوم حضرت الخطاب الملكي بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، كذا جلالة الملك كذلك على يعني مسألة أنبوب الغاز الذي سيأتي من نيجيريا مرورا عبر مجموعة من الدول بغرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، وأشاد كذلك بمجهودات التي يقوم بها الرئيس النيجيري وكافة الدول المعنية بهذا الأنبوب. صراحة هذا الأنبوب يعني كانت الفكرة من 2016، يعني فطنة جلالة الملك يعني أكدت اليوم أن الأزمة الطاقية التي يعاني منها العالم اليوم يعني أكدت أن حنكة الملك بضرورة يعني جلب الغاز من نيجيريا إلى المغرب. فهذه المسألة تؤكد على أن المغرب سائر يعني في طور النمو والدخول في مصف الدول المتقدمة. وأشاد كذلك جلالة الملك يعني بالدور الكبير الذي قام به الشعب المغربي، وكذلك الفكرة النيرة التي جاءت على يعني على خطاب من جلالة الملك من أجل تنفيذ هذه المسيرة الخضراء.